كافي لا تلعبين بالاكل، لا رب العالمين يطير النعمه من يدينا. شي تشابونا وتحاسبينا؟ انت معلش معلش شبعنا وين نلعب؟ بابا انت قبل بالجاي سوينا ما تحكي حرام. بابا خليها خلنا تونس هواي وانه وديه خلي خواتك تونسن وبعدين هو هيك راح ينبل بس هو ذلك بني ايش راح يصير؟ بس بابا ايش حرام بدل ما نذبه نطيل الفقراء. انا عندي هواي فلوس وحر بنفسي ايش علي بالفقراء؟ انا قايل اصير فقير هو اختار يصير فقير، انا تعبت واشتغلت وسويت هواي فلوس. خلي اخواتك يلعبن يلا. بابا انا اسفه احكي هذا الحكي بس انا خايفه عليك لرب العالمين يعاقبك لا تحكي هذا الحكي. قومن قومن بعد لا تاكلن خاف نرجس تنزعج. قومن يلا قومن غسلن ايديك. انا غسلت. روح غسلن بعد. يلا قوموا لا تفلسفين براسي. عشان هذا الزول وينه مهم؟ تعال شو تسوي فوق؟ هذا الزول ما عرفتها رايحة. لو بالجو عليها بارد. بس أنا محيان شغلة وحدة. جو العراق الظهر صيف وبالليل شتاء. خاف بابا ما يقبل. عقل الحشي. خطية هاي كتل البرد. خلنا ناخذها وننزل. يلا مشي. بابا نريد فلوس. صار بابا عساك على فلوس. أكل هذا 50,000. بابا دلني فلوس ما يكفي. أوه فوف من كان هاتش. يلا فلوس هواي. شبع أنا بزاد أبو كان. كافي طمع هذا طمع كافي. أوه المشكلة ما أقدر أقول لك كان لا فلوس هواي عد يلا روحين. بابا رب العالمين انطاك هواي فلوس. ليش ما تطين الفقراء للمحتاجين؟ ليش جاي تبذر بيهم؟ اهو نرجس هم رجعت لهاي سوالف فيش كل ساعه جبتي لي الفقراء وعطيتيهم بالنص شنو لا تاكلين مزاجي فقراء شالي بيهم اني لو ما هاي الفلوس كان هسه احنا بالشارع المهم تردين مصرف اعطيك لو لا لا بابا ما اريد فلوس لان الفلوس ما تدوم الخير يدوم والله بطراني ادلك اختي هاي امها عافتها فود فاخذني الدمه هنا اي صح خاف بابا اشوفها ويدبها شنو؟ ها بابا شنو البزون بس خنا؟ بابا خلنا تسبيها اجر حرام ندبها بالشارع بادي با لا اجر ولا شي انا ما ادور اجر من الاخير تاخذنها هسه قدام تذبنها بالشارع ها بنات شبي بابا يصيح؟ اريد ادب البزونة بالشارع وانا قلت له حرام ادب البزونة بالشارع هسه شو راح نسوي لك اختي بادة عليها ما ادري شو راح اسوي هاي المقززة بعد انا هذي يلا قومت قومت دبلها دبلها اريد ابدل واروح للحفلة يلا يلا للشارع للشارع شلون لازم تيجي عصفنا راح ندبش بالشارع بابا ما يقبل عدغينك هاي ولا مقروع عليها أنا خايفة يجي يوم رب العالمين يطير كل هاي النعمة من بابا لين ما يسوي خير يلا امشي خويا مساعدة جهال الجوعانين ما عندي شي يعطيهم شلون نفتح مكتب مساعدات؟ مساعد جهالها روحي 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 بطل هذا الكذب أنا ما كذب بس ما يحس بالمحتاج إلا المحتاج باعي معزوم ومستعجل اريد ابدل واطلع روح بطل هذا الكذب مالكم يلا طلع برا طلع برا طلع برا اليمن الو استاذ انمار انزل لي بسرعه موضوع كلش مهم وما يتاجل يلا منتظرك شكو نزلت من الحفلة تعال وين صرت؟ املاكك كلها انحجزت لا تحجزتي جاي احكي لك امشي خلينا نشوف النحل اخ
انا تذيت كلش بنات، انا صحتي تعبانه. روحت على مودني. اخ يا ابي بابا لا تبكي. انا رجس. ها بنيتي جبتي له علاج؟ لا بابا ما لقيت، اسفه. اخ ابوي نرجس انا بعد ما اتحمل، انا تذيت صحتي كلش مو زين، صار اسبوع على هذا الحال وعلاج ما جاي اخذ، انا خايف لا اموت نرجس. اخ سلامتك بابا، وهواي رحت العالم بس ما حد جاي يقبل يطيني. اي نرجس بسببي، بسببي ما خلقت لي صديق، كنت الطاغي غرتني الفلوس وياهلي جينا طردي، وما خلقت لي صديق، الناس كلها قامت تكرهني. بابا عند البشا وحدني. انا اسف منكم بابا، انا وصلتكم لهيج، انا غلطت بحقكم سامحوني. بابا انت كان عندك فلوس وكنت تبذر وما تسوي خير، والدنيا دولاب يوم جوا ويوم فوق، وانت ما حسبت لهذا اليوم. ما حسبت لهذا اليوم. اي بابا بس لا تلوموني، انا عمان الشيطان وغرتني الفلوس ونسيت رب العالمين. بابا لا تعرفنا وحدنا هنا، احنا نخاف. هاي الفلوس اللي بذرتها رب العالمين عاقبني واخذ كل شيء مني، املاكي وبيوتي وشركاتي كلها راحت، لان كنت اسوي عمل مو زين، ما استغليت الفلوس وما سمعت كلام نرجس. بابا من أسباب زوال النعم المعاصي والذنوب، فما سلبت من نعمة إلا بترك تقوى الله والإساءة إلى الناس.